ازيكم حبايبي؟ هنعمل مع بعض النهاردة كفتة الفراخ بطريقة جديدة ولذيذة، وشكلها كمان جميل قوي. هنستخدم فيها عصايات الشيش طاووق وهنشويها في الفرن. طبعا الاكلة دي من الحاجات الدايت لان ما فيهاش دهون خالص. يلا نبتدي مع بعض. بس لو اول مرة تشوفوني، انا هايدي مكرم من قناة كوكينج ويز هايدي. اتمنى ان انتوا تتابعوني وتعملوا لي سبسكرايب ولايك وشير وكومنتات. معانا هنا نص كيلو من الصدور، ربع اوراق وربع صدور، سوري، نص كيلو فراخ اوراق على صدور، مش صدور بس، يعني النص بالنص. يعني لو ربع، لو نص كيلو يبقى ربع صدور وربع اوراق. معانا كمان بصلاية، انا عصرة المية اللي فيها يعني ما فيهاش مية كتير، ومفرومة في الكبة. كمان معانا ملح وفلفل وبابريكا وبهارات فراخ، ومعانا كمان بصل وتوم باودر. طبعا الحاجات دي كلها انا هقولها لكم في صندوق الوصف كل المقادير. معانا كمان بيضة ومعانا فيجيتار. اول حاجة حط البصل، هخلط كل المكونات، بصل مع كمان البهارات بتاعتي، هحط كمان معلقتين من الفيجيتار، وكمان نحط البيضة ونخلط كل المكونات مع بعض. طبعا يا ريت ان احنا نعجنها بايدينا احسن علشان المكونات كلها تتخلط كويس. هعجن كل المكونات حلو قوي. هجيب بقى معايا عصاية الشيش طاووق، انا كنت بنقعها في المية برضو عشان ما تتحرقش بسرعة. هبتدي ابل ايديا بالسمنة كده كده، حاجة بسيطة كده بس، طبعا عشان الفراخ مش زي اللحمة مفيهاش دهون خالص. هبتدي بقى اشكل بالشكل ده كده صدور الفراخ. هجيب بعد كده صينية وابتدي والشبكة. لو حد عندنا الشبكة بتاعت الشواية اللي هي بتاعت البوتاجاز، او عندنا ممكن الشبكة بتاعت الفرن، وبعدين نبتدي نحطها بالشكل ده. هعمل برضو تاني واحدة، هبل ايدي بالسمنة وابتدي اشكل اللحمة كده بالظبط كده، او صدور الفراخ مع الاوراق. واعملها مش طبقة تخينة قوي، يعني متوسطة، بحيث انها ايه تبقى ماسكة في العود بتاع الشيش طاووق. بالشكل ده هكمل بقية الكمية وارجع لكم تاني. كده خلصنا الكمية على قدنا. نعمل طبعا اول باول، ما نسيبش، نعملش كميات كبيرة وتتركن في التلاجة، يبقى طازة طازة احسن. وبنحطها بقى في الفرن. وكده كفتة الفراخ طلعة جميلة جدا ومشوية وجميلة قوي وحمرة ومستوية. نجرب حتة كده، جميلة روعة، انا دقت منها حتة فظيعة، جميلة جدا وطرية ومش ناشفة والطعم رائع. لو عجبكم بقى فيديو النهاردة متنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. باي باي.